وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا. أيها الإخوة الكرام، أيضا نتكلم عن تفسير رؤية الميت يقطع اللحم في المنام. إيه بقى قضية تقطيع اللحم؟ وطبعا أنا دايما بتصدم ببعض معتقدات عند النساء، اللحم الأحمر في المنام مش حلو، والزغاريد في المنام هتسمع خبر صار، هتسمع خبر وحش مش خبر صار. ايه تاني؟ ايه الدم؟ لو شفت دم في المنام يبقى الحلم فسد. ابوس ايديكم ورجليكم، جبتوا الكلام ده منين؟ للأسف الشديد دي معتقدات سمعناها أبا عن جد وتورثناها وعمالين نسلمها لأولادنا. وطبعا الحريم اللي بيعمل الكلام ده مش الرجالة، سمعتها من أمها، وأمها سمعتها من جدتها، وجدتها سمعتها من جد جدتها. الدم في المنام فاسد، الزغاريت وحشة، اللحم مش عارف إيه، الكلام ده غلط غلط، ملوش علاقة بالعلم اللي احنا بنتكلم عنه خالص. فإذا رأيت في المنام اللحم والميت يقطع هذا اللحم إلى قطع في المنام، هذه الرؤية تدل على سعة في الرزق لصاحب الرؤية وكسب الأموال، وأن هذا الرائي كان يبذل جهدا كبيرا لوصوله لبعض أهدافه وطموحاته وسوف يصل إليها بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الرؤية أيضا تدل لمن كان عنده هموم وأحزان ومشاكل سوف يتخلص من كل هذه الأمور بإذن الله. هذه الرؤية تدل على وصولك لبعض الحلول المناسبة لبعض مشاكلك، ووصولك لاتخاذك لقراراتك الصحيحة بمنتهى البساطة والسهولة كمان، فهي رؤية محمودة ما شاء الله. وأحيانا هذه الرؤية تدل على أن الإنسان مرهق بسبب كثرة التفكير في أمر ما، كثرة التشتت، كل ده هيزول بإذن الله تبارك وتعالى. أما قضية الميت بقى يقطع لحم منتن، هنا للأسف الشديد وقوعك في العديد من الكثير من المشاكل والعقبات، وعليك أن تستعيذ بالله من هذه الرؤية وتدعو الله تبارك وتعالى كثيرا ألا يصيبك منها أي مكروه. انظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.